بكولر زي ما احنا اتكلمنا الدوري، او استاذ حسن تفضل قال بدأ بست مدربين اجانب وانتهى بثلاثة، ثمانية. يوروشيتش مع ستة، انا عديتهم وشفت طيب هقولهم لحضرتك تعالى كده نراجع. مودرن سبورتس كان معاه ريكاردو، فاركو كان معاه برونو روميرو، البنك مضطربين. الاهلي كوبروسي بابا فاسيليو، بيراميدز والزمالك والاهلي، وصلنا لست. بس ستة، هنعديها، واحد هنعديها واحد. ما قلت لك يا حسن ما تغلطش اتنين نفسك يعني، اتنين الحاجة تلاتة ستة أربعة خمسة ستة. أنا قلت لك ستة. أيوة صح، أنا اللي قلت تمانية. أنت اللي قلت تمانية. طيب يا أستاذ فتحي هبدأ بكولر. كولر وأنا بتكلم في المقدمة بتكلم على مدير فني حصد 9 بطولات في 23 شهر، يعني ما يقرب من سنتين تقريبا، عامل استقرار الحقيقة، بيشتغل في مناخ أو في بيئة طيبة، مجلس إدارة بيوفر له احتياجاته. فالعوامل اللي قدمها كولر للنادي الأهلي سواء هنا بقى الأداء الفني والتاكتكس وكل يعني بيقول إلى المدير الفني، وأيضا العكس مجلس إدارة النادي الأهلي يوفر لكولر عشان ينجح بالشكل ده. يعني بكل تأكيد كولر مدرب محظوظ زي ما قال حسن. جه كولر في اول اسابيع اللي احنا كنا بنفتكر كده، يعني من شكله ومن تحركاته كان لا تتوقع له ان هو هيحقق كل هذا النجاح، كان في عنده حاله شويه كده من عدم الاستقرار النفسي، فما فيش شك ان كولر محظوظ لانه يعني بيعمل في اجواء مريحه في جو من الاستقرار، له كل الصلاحيات الكامله دون تدخل على الاطلاق. اي مدرب بيعمل في هذه الاجواء في هذا المناخ اذا كان عنده القدر الكافي من ان هو يحقق بعض النجاح بيحقق كل النجاح. فانا بقول رقم واحد ان كولر كان محظوظ في اداره محمود الخطيب ان هي سهلت له كل هذا الكلام، ده رقم واحد. رقم اتنين، كولر استثمر الاجواء اللي عمل فيها في النادي الاهلي وفرض شخصيته، يعني نقدر نقول ان كولر واجه بعض المتاعب مع بعض النجوم، وكان في حاله من البهواءه في بعض الاوقات قدر يتعامل معاها بشخصيته، لما هذه المجموعه من اللعيبه وفرض نفسه عليهم بشكل كبير لدرجه انه كان لعيبه كتير بتبعد وكان يتهيألك ان هي ستدخل طي النسيان او ستطوي عليها الصفحات، وبعد ما بيشارك وبيرجع كان كانه ما كانش غايب عن الملاعب. اي ان كولر استفاد من اجواء واداره النادي الاهلي وفي نفس الوقت شخصيته يعني قدر يستثمرها بشكل جيد جدا، فاكتملت الصوره او اكتمل المناخ اللي ممكن يحقق بيه. وزي ما بقول لك اي مدرب يتولى عمل في النادي الاهلي، موسيماني جاي من اخر الدنيا وراجل ما خرجش ورا جنوب افريقيا ودخل على النادي الاهلي وعمل امجاد كبيره، وبعد فتره كبيره برضه حقق ارقام قياسيه، بدا يتنطط بعد ما صدقش نفسه، ثم كان الاستغناء عنه لما بدات مطالبه تزيد. فيعني موقف النادي الاهلي او حاله النادي الاهلي مع الاجهزه الفنيه بتساعدهم جدا جدا جدا، وده اللي مش موجود في الانديه التانية. سيادة بتسال ليه الانديه التغييرات كتير بتاعت المدربين، ولا استقرار ولا خبره اداريه، حاله من شياط الاعصاب مع اي نتيجه هزه من النتائج بتلاقي الدنيا اتكركبت وبيغير المدرب. ده مش موجود في النادي الاهلي، وبعتقد ان كولر عمل سي في هذا الموسم ما عملوش كله في تاريخه، ودي حقيقه. لما ترجع للتاريخ السي في بتاع كولر هتلاقيه زي بالظبط جوزيه. جوزيه اللي مجال حضرتك هنا عمل كل حاجه، ولما خرج بره ما عملش اي حاجه.